انا ما عم بحكي عن الانقسام السياسي الذي كان موجودا منذ العام 2005 وما زال مستمرا وسيبقى مستمرا. مش احنا يا استاذي الكريم نستخدم الناس، بس ليه عم بتعيط؟ بتستخدموا الناس، بس ليه عم بتعيط؟ انت قال لك ليه؟ لا تعيط، لا تعيط، لانه انا بعمل قراءه. بس يا استاذ شارلي، يا استاذ شارلي، يا استاذ شارلي، انا عم اقول حللين، حلل وقارئ جيد. انت حلل كيف ما بدك، بس بترجيك على الهواء، بترجيك وبتمنى عليك نبرة صوتك ظبطها. كمحللين، كمحللين اليوم كثير، كمحللين خلينا نكون رايقين. هذا الحوار طبعا ممتاز. انا عم ميز بين امرين، اراح باتجاه الخلط بينهما، المشروع السياسي والانقسام. لا احد يستطيع استاذ جورج ان يقفز فوقه. نحن منذ العام 2005 في هذا الانقسام العمودي الذي لا يمكن ان نجد حلا له الا من خلال ان يسلم حزب الله سلاحه للدولة في لبنان، وما لم يسلم هذا السلاح ستبقى الأزمة مفتوحة الى ما شاء الله. هذا واقع، هذا واقع. اسمح لي بس، لا لا معك حق. والواقع الاخر اللي عم شوفه اللي عليها بي عم بعمل كمحلل سياسي وكصحافي، انا عم بقرا انه علينا كلنا سوا بكره على بكره او بعد بكره نعمل قراءه بنتيجه الانتخابات. بس سؤال، سؤال بسيط استاذ شارل وبصدق، يعني بكره اذا طلعت النتائج بكره النهائيه حضرتكم حصلتوا على اكثريه ما بالواقع المسيحي ورايحين على تشكيل حكومه ورايحين على اعاده تكوين السلطه بلبنان، رح تحكم مع حزب الله ولا ما رح تحكم معه؟ رح تتشاركوا معه بنفس الحكومه ولا ما رح تتشاركوا؟ خلينا نحكي بالتجربه. لا بالتجربه بالناس بالتجربه رايحين عليها. خلينا نروح بالمباشر لانه في عندنا نتائج. بس خليني جو الاستاذ منصور بالتجربه. بعرف انه رح بالتجربه الفريق الوحيد الذي لم يجلس يوما مع حزب الله هو القوه، ولا يمكن ان نجلس يوما مع حزب الله الا اذا في حاله واحده، اذا حزب الله قال انا بحط سلاحي على الطاوله لحتى نحكي فيه. خلاف ذلك عم بحكي بالحكومه، بالحكومه كنا بحكومات من 2005، كان في حكومات من 14 اداره. بس هو عم يقصد بالحكومه، يعني عم نحن اعلنا. لا لانه يمكن في، مش عم بحكي اذا بتقعدوا معهم بالمفاوضات الفرق الثنائيه جوزيفين، عم بحكيك بالموضوع بالحكومه. رح تقعدوا سوا وتحكوا بالحكومه سوا ولا لا؟ هلا بعد الانتخابات مباشره باول حكومه ستتشكل؟ لا